كانت السينما قدر جمال الليثي ثم كبيرا لعائلة تمرست في الإنتاج السينمائي، وقد بدأ تعاونه مع أهل السينما. ارتبط الليثي بصداقة مع المنتج رمسيس نجيب فأسس معا الشركة العربية للسينما، ليظهر اسم الليثي منتجا لأول مرة في فيلم ليلة رهيبة عام 1957. وفي العام نفسه فكر الليثي في استثمار نجاح فيلمي إسماعيل ياسين في الجيش وإسماعيل ياسين في البوليس بالمساهمة في إنتاج إسماعيل ياسين في الأسطول، قبل أن يؤسس شركته الخاصة أفلام جمال الليثي فينتج منفردا فيلمي إسماعيل ياسين بوليس حربي وإسماعيل ياسين في البوليس السري. أبدى الليثي اهتماما خاصا بتقديم قصص نجيب محفوظ للسينما، ومنها اللص والكلاب وميرامار والحب تحت المطر وثرثرة فوق النيل. وجاء كمال الشيخ على رأس من أخرجوا أفلام جمال الليثي مثل حب الوحيد، لن أعترف، والشيطان الصغير، والهارب، والليلة الأخيرة. وخلال رئاسته لشركة القاهرة للإنتاج السينمائي أعاد الاعتبار لسينما القطاع العام، فأشرف على إنتاج أفلام القاهرة 30 والطريق وأغلى من حياتي وغيرها. وعلى مدار أكثر من 20 عاماً أنتج جمال الليثي أفلاماً صارت من كلاسيكيات الكوميديا مثل إشاعة حب وللرجال فقط وصاحب الجلالة والبحث عن فضيحة ودماء على النيل. وكان آخر إنتاجه للسينما فيلم المخطوفة قبل رحيله عام 2011.